الإلكترونية التي تخفي مجموعة من الصعوبات والإشكاليات التي تشكو منها المنظومة التربوية في تونس. ونخص بالذكر هنا تراجع مكتسبات التلاميذ وتراجع جودة المنظومة التربوية. هذا يدعو إلى طرح مجموعة من الإشكاليات والصعوبات المتعلقة بواقع المنظومة التربوية في تونس، وخاصة المسألة المتعلقة باللغات، وهي موضوع هذه المداخلة وهذه المناظرة، حيث أن هذا المجلس سيدعم مسألة تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في تونس. في مداخلتنا سنقوم بتقديم 6 حجج. 3 حجج الأولى ستتعلق بمدى مكانة اللغة الإنجليزية ووزنها في العالم. ثم الحجة الرابعة والخامسة والسادسة سنخصها بمسألة إتقان وتمكن التلميذ التونسي والصعوبات التي يواجهها من جراء اللغة الفرنسية ومسألة التذبذب في اللغات. إذن سأبدأ بالحجة الأولى وهي تتعلق بمكانة اللغة الإنجليزية. السؤال المطروح: كيف أصبحت اللغة الإنجليزية اليوم ذات انتشار شاسع وأكثر شعبية وتداولا في العالم؟ نحن نعلم أن إتقان اللغة الإنجليزية أصبح ضروري اليوم في ظل عالم نشبهه بقرية صغيرة وفي ظل مجتمع المعرفة. نعطي مثال: يوجد الآن أكثر من 320 مليون شخص يتكلمون اللغة الإنجليزية كلغة أم، وحوالي 450 مليون شخص يتكلمون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. هذا بالإضافة إلى تقريبا مليار نسمة في العالم يفهمون اللغة الإنجليزية. ما معنى هذا؟ يعني أنا إذا كنت أفهم اللغة الإنجليزية أنا قادر على التخاطب والتواصل مع خمس البشرية في العالم، وهي مؤشرات رائعة يعني وذات وزن اليوم. ثم الحجة الثانية تتعلق باللغة الإنجليزية كلغة الاتفاقيات الدولية والحقوقية. ثم هذه اللغة هي لغة البحث في مجال العلوم والطب. نحن أحببنا أن كرهنا يعني ليست المسألة مع أو لا اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، لكن المسألة أعمق من ذلك. اللغة الإنجليزية اليوم هي لغة الاتفاقيات السياسية، هي لغة السوق والأعمال، هي لغة البحث العلمي، هي اللغة الدولية في الطب. نعطي مثال: الهيئات الدولية في مجال الطيران أصبحت تفرض وجوبا على قائد الطائرات اليوم إتقان اللغة الإنجليزية. ونذكر هنا بأن في الأعوام السابقة حدثت حوادث طائرات فقط لأن قائد الطائرة لم يفهم التعليم التي وجهت له. يعني هذا يعني يمكن أن نستسهل المسألة، يعني مجرد عدم فهم التعليم تسبب في كوارث وحوادث الطائرات. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. مسألة اللغة الإنجليزية لغة ثانية في تونس، حقيقة قبل ما نبداو نأكدوا على الأسباب اللي تخلينا نعرضوا المعارضة كاملة مبدئية على فكرة ونحط سطرين تحتنا مبدئية، لأنه لسنا المعارضة مجرد المعارضة، نحن ندرك أهمية اللغة الإنجليزية كلغة ثانية وكلغة كانت حتى. نحب نحل قوسين على مسألة عندما نتحدث عن اللغات دائما نتحدث عن اللغات وننسى اللغة الأم اللي هي تحقيق أيضا بسببها تعاني في مشكلة كبيرة اليوم في تونس، مشكلة من اللغات الأخرين. واليوم التونسي نكاد لا نبالغ عندما نقول أن كائن مهدد بأن يكون كائن بلا لغة، لأن تحدث لهجة هي مزيج بين ربما مفردات من هنا وهناك، وهذا يعني لا هو قادر يعني يكون جملة باللغة العربية الفصحى، ولا هو قادر أن يكون جملة باللغة الفرنسية، ولا هو قادر أن يكون جملة باللغة الإنجليزية. وهذا نشوف فيه البعض أنه إثراء لغوي ولا دليل على الانفتاح التونسي، فإنه لا يجب أن نأخذها كمسلمة، لأنه في مجال المقابل يعني في المقابل تدل على تشرذم لغوي وتدل على ربما تهديد للأمنية ولا الهوية
وارجو ان ياخذ كلام هذا او لا ياخذ منحى وتفسير ايديولوجي. سندخل في الاسباب طبعا حضرتك من دقيق اكثر. لماذا نحن ضد هذا القرار او ضد هذا القانون؟ لانه اولا ببدء الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه بلادنا غير قادر بكل صراحه على انه نعيد منظومه كامله واقفه لمده من موارد بشريه ومن موارد ماديه لتطمين هذه اللغه لتطبيق هذه اللغه. لانه بكل بساطه مطالبين بانه نعيد البرامج ونعاودوا نزرعها ونبشروها، ايضا مطالبين بانه نوفروا موارد بشريه اللي تكون كفيله باش انه تطبق اللغه الانجليزيه. ونحن في الحقيقه ماهوش انقاص لكفاءتنا والى تقليل من شأننا، ولكن في الحقيقه ما عنديش الكفاءه البشريه ولا القدره البشريه باش انه تخلي اللغه هذه تكون لغه ربما يكون تونسها كما يجب. لانه هذا باش يزيد مساله التشرد باللغه اللي حكينا عليه في البدايه. ولي تونسي ولي يقول هاي ثاني سافا فير كومون سافا لبس، يعني لا اظن انه هذا انحطاط، ليس بعد انحطاط سامحوني على الكلمه. وكيفاش ايضا في المقابل نحن زاد اذا كانوا مشينا في جانب باش نجيبوا كفاءات من برا باش نتعلم اللغه هذه، هذا يطلب منا باش نتواجد بالعمله الصعبه في وضع ميزاني تجاري عاجز، في وضع اقتصادي صعيب، في وضع اعتماد فيه طايح برشا، ونحن محتاجين مع بساط اكثر من باش ندفعوا بها. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه امر مهم برشا انه عندنا شراكات اقتصاديه مع جانب الاتحاد الاوروبي، خاصه مع فرنسا اللي هي شريك استراتيجي وشريك على المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي وغيره. اللي يطلب منا باش انه نحافظوا على اللغه الفرنسيه اللي هي اللغه الثانيه، وما ننساوش انه اللغه الانجليزيه هي اللغه الثالثه. هذه بدايه جيده لانه الدوله تجردت فيها عن مده، باش ما نتصورش انه هذا مشكل. السوق الفرنسيه اليوم منفتحه اكثر من السوق الانجليزيه على الدوله التونسيه، وبالتالي قاعده تشغل في كفاءات وقاعده تشغل في الدعم التونسيه كبيره. دونك شنو باش نعملوا فيهم هذوما؟ ما ننساوش انه زاد هذا يطلب منا الى جانب انه باش اذا كان باش نبدلوا البرامج التعليميه، يطلب منا هذا يفترض منا زاد انه باش نبدلوا الاتفاقيات والعقود المبرمجه باللغه الفرنسيه، وزاد باش يزيد يكلفنا اكثر. دونك المساله معقده جدا وليست بهذه السهوله، ومنظومه كامله. ربما نحن ندرك اهميه هذه اللغه الانجليزيه اللي اصبحت لغه عالميه، ولكن هذا في الحقيقه في الوقت الراهن يتطلب منا مزيد من الطريق في حماس الاهياء، ولكن لازم نكون مربوطين بالواقع، وهذا يتطلب ربما على مراحل طويله. ما ننساوش ربما نتاكد ما حكينا برشا على مستوى او الجانب الاقتصادي والجانب الثقافي، لانه وقت نحكيو على مفهوم اللغه الفرنسيه اللي هي وجهه الطلبه التونسيه اللي على اتفاقيات بين تونس وفرنسا في مستوى المنح اللي تخصصها للطلبه التونسيه، وهذا مش موجود في السوق الانجليزيه في الحقيقه، مش موجود في المدارس الانجليزيه حتى كان موجود في انه مدارس خاصه. هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى زاد اللغه الفرنسيه في حد ذاتها هي لغه اكثر ثراء من اللغه الانجليزيه، لانه في مستوى النحو واللغه او الصرف الى غير ذلك. ودائما نركز على الجانب البراغماتي الاقتصادي النفعي، ونساو الجانب الثقافي اللي ممكن يكون عنصر مهم جدا، خاصه كي انت تقلص ربما ولا تهمش اللغه الفرنسيه وتقدم عليها اللغه الانجليزيه في ولي تونسي، يكتفي بزوزوغات فرد لانه بالنسبه لي اللغه الفرنسيه مش مفيده برشا. بينما اذا كنت تخلي اللغه الفرنسيه وتتخلى ولا وتخلي اللغه الانجليزيه كما هي توا في المدرسه، يولي مصدر يتعلم الفرنسيه و بس وزاد مصدر انه باش يتعلم الانجليزيه. شكرا. شكرا لفريق المعارضه.
تم ذكر في فريق المعارضة النقطة الأولى هي ما تخص اللغة الأم اللغة العربية. نحن نتحدث هنا على اللغة الثانية بعد اللغة العربية. نعلم أن اللغة العربية هي لغة قوية وغنية برصيدها اللغوي والعلمي والمعرفي والأدبي والتراثي، وهذا مما لا شك فيه، ونحن نضمن لها هنا موقعها الأول. وفي النقطة الثانية قالوا أن الوضع الاقتصادي الراهن معناتها هناك عجز لدينا على إعادة منظومة كاملة لتطبيق هذه المقولة أو هذا القرار. نحن لهنا يعني قالوا أن نحن غير مستعدين لذلك. نحن لسنا ندافع على أنه سيتم في الوقت الحالي هنا ومباشرة تطبيق هذا، إنما هو إدراجه هو رهان في حد ذاته. وهذا الرهان كيف سيتم إدراجه في الواقع هو يأتي نتيجة لدراسة للواقع، تحليل وتشخيص ووضع استراتيجيات ومخططات سيتم معناتها تطبيقها على مدى سنين، معناتها هي رؤية في ذلك. ثم الجانب الثقافي، نعلم أنه في الجانب الثقافي اللغة الإنجليزية كما تفضلت زميلتي وعرضت انتشارها في العالم، وهي اللغة الثانية في العالم. دونك الانتشار هذه الجانب الثقافي هي إذا كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية، كيفاش باش يخدمنا الحكاية هذه؟ هو أنه باش نجموا نحن نعيشوا شبابنا ينجم يعيش ويتطور أكثر في مناخ متعدد الثقافات، وهذا مما سيسمح له التعرف على عادات وعائلات يا ربي وتراث وتقاليد شعبية وعالمية أخرى، هذا باش يزيد من بناء مكتسباته المعرفية. ثم انه في الحجه بتاعي اللي باش نقدمها باش نطلب منكم لطفا انكم تتبعوني باش نعطي تصور. التصور هذا باش يتجزا الى جزء اجزاء. الجزء الاول باش نحكي فيه على كيف تصنف اللغه الانجليزيه كاحدى اللغات الاكثر انتشارا في العالم. تاتي اللغه الانجليزيه في المرتبه الثانيه مباشره بعد اللغه المندريه المدغمه. دونك من حيث عدد المتكلمين بها سواء كلغة أساسية لغة أم، وهنا نجد أكثر من 23 مليون يتحدثون اللغة الإنجليزية كلغة أم. ثم لغة ثانوية تستخدم في أغلب المجالات، هنا نجد 450 مليون معناتها شخص يتكلمونها كلغة ثانية، ومليار نسمة في العالم يفهمون اللغة الإنجليزية، يعني هي لغة العالم لغة العالم هذا هو. ثم ان اللغه الفرنسيه حسب ما شفنا في دراسات هي في تراجع ما هو علاقه بالانتباه التي تشد عند الطالب التونسي او التلميذ التونسي، يعني هو اتجاهه اكثر نحو اللغه الانجليزيه اكثر منه اللغه الفرنسيه. وهذا الجزء الاول اللي حبيت نحكي عليه، فانه معناتها محاولة المعرفة اللغوية أنك تعرف لغة أخرى، معرفة اللغات الأخرى هي محاولة تخطي الجدار اللغوي المانع للتواصل الإنساني، وهذا شرعي ويكون أشرع إذا كان مع لغة عالمية مثل الإنجليزية اللي نحكيو عليها توا. هذا في الجزء الأول في تعنيف. في الجزء الثاني أعزائي الكرام، العولمة هي قدرنا في يومنا هذا، وهو التحديات الواقعة المحتمة علينا، وخوفي انه ان لم يتم استيعاب وتاقلم مع هذا المنطق فاننا سوف نقع ويفوتنا الركب كما يقال. كيف ذلك؟ فان قد شفنا حسب ما برزته في الاحصائيات اللي بينتها ان هذه الخارطه العالميه تتكلم كلها، نقول بالاجمال او ما في اكثر ما فيها نسبه، باللغه الانجليزيه. يعني وهذه العولمة اللي قاعدة تكتسح في الخارطة اللي عنا الخارطة العالمية، إذا كان معناتها التأقلم لهنا يجي ليس كتنازل إنما هو كنوع من الذكاء الاجتماعي. فالتأقلم أو التكيف هو مفهوم تطوري تتوخاه كل منظومة تسعى إلى مقاومة الضغوطات والظروف الصعبة المسلطة عليها لتتغلب عليها وتمنعها من أن تنال من كينونتها. ونحاول بذلك الوصول الى حد عوض المراوغه والهروب والتجاهل والانطواء والاندفاع. دونك شكل من اشكال هذا التاقلم في موضوعنا نحكي عليه امام هذه العولمه الثقافيه واللغويه والاقتصاديه وما الى ذلك المحتمه علينا، هو ان نختار اللغه الانجليزيه كاللغه الثانيه لمواكبه الطرح الجديد للخارطه العالميه. ثم نقول ان اللغه الفرنسيه لن نقصي اللغه الفرنسيه تماما، سوف تحل هي محل اللغه الانجليزيه وتكون الثالثه لما لا، وهكذا نجم نكون تاقلمنا مع لدون جديده مع المعطيات الجديده اللي عندنا في العالم بتاعنا، وحافظنا على استمراريه نمونا وما الى ذلك والتقدم بتاعنا. شكرا جزيلا.
شكرا الفريق المعارض. شكرا. نشكركم على هذا النقاش الشيق والثري. نحب نعاود نذكر اللي احنا مانيش معارضين، معناها مبدا انه اللغه الانجليزيه تنجم تتقدم، والا نجم نخليو اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه على نفس الدرجه من الاهميه. نذكر اللي قالته زميلتي اني احنا الامكانيات الظرف الحالي كان ما يسمحش، واذا كان باش ندخلوا اللي احنا مقترحين هذيا في سياسه التدرج، نفس الامكانيات اللي نقولوها لا معناها آليا والا حتى في سياسه التدرج في الظرف الحالي نتاع البلاد وفي الفتره اللي تعدينا بها واللي نعرف شنو اللي عملت الميزانيه البلاد واختلال الميزانيه، ما يسمحش ان احنا ندخلوا على مشاريع كبرى كما هذه. ومشاريع راهي خطيره، نعرفوا اهميه التعليم وخطوره التعليم، على قدر ما نجموا ندركوا اهميه اللغه الانجليزيه، قدر ما لازمنا ندركوا اللي اذا كان باش نعمل حاجه لازمنا نعملها على قاعده، مش نعمل حاجه وما نجموش نضمنوها، وقتها يا حسره فيه اذا كان نفقدوا كل اللغات. الامكانيات كان باش نعملوها بمنطقه تدرج، نبداو باغ اكزومبل بالمدرسي كما قالت زميلتي، راهو الامكانيات لا فقط البشرية ما حتى الإدارية، يعني احنا مش كان معلم يولي المعلم هذاك يتكلم باللغة الإنجليزية ويعلم التلامذة باللغة الإنجليزية، والإدارة والتفقدية والمندوبية هذه الكل إدارية، يعني ما لازم الكل تأهيل، وهذه تو حقيقة ما نش نشوفوا اللي احنا نجم نوفروا الإمكانيات نتاعو. السياق الثاني واللي قالته زاد صديقتي وزميلتي أن فرنسا شريك مميز اقتصاديا ثقافيا علميا على كثير من المجالات، انه المبادرات التجاريه نتاعنا والمعاملات نتاعنا متقدمه جدا مع فرنسا، انه حتى نتعلم من فرنسا في مجال الطب في مجال الهندسه في عديد المجالات. ونحب نذكر زاد على مستوى البحث، معناها كما قلت الانجليزيه هي لغه البحث، لكن سي ان ار اس نتاع فرنسا الى تيكلاسي لو بخومييي اول مركز نتاع بحث، وقبل حتى المركز نتاع هافار. الفكره الثانيه اللي تقدمت بها انه احنا نتاقلموا، وهذه جوست معناها هذه الفكره اللي نحب ندافع عليها، ما انا بالنسبه لي ما نتاقلمش اكثر اذا كان انا نولي نتكلم الانجليزيه لغه ثانيه. علاش؟ خاطر كان باش نوليو نتكلم الانجليزيه لغه ثانيه، ونعرفوا كلنا ان الفرنسيه هي لغه اصعب من اللغه الانجليزيه، اللي نجم يصير واللي يمشيوا لبرشا عباد، وحتى انتم قاعدين تقولوا تقدموا على اساس ان احنا نجم نعتمدوا اللغه الانجليزيه اكثر من اللغه الفرنسيه باعتبارها اللغه الاولى واللغه الاكثر انتشارا، رغم مش نعتمدوا لغه على خاطرها الاكثر انتشارا، ثم اكثر من مليار يتكلموا اللغه الصينيه، هل انه احنا فرصه باهيه ان نتكلم اللغه الصينيه؟ يعني الفرصه نتاع انه لغه ثانيه اللي نتقنوها ماهيش بعدد النسمات اللي هما يتكلموا هذيك اللغه، بل بالعدد الفرص نتاع التبادل التجاري والثقافي والعلمي مع البلدان. فرص التبادل التجاري والثقافي والعلمي موجوده اكثر في مع فرنسا ومع حتى دول اخرى فرنكوفونيه موجوده في افريقيا اكثر من الصين اللي هي زاد فيها اكثر من مليار نسمه. اللي نحب نقوله اللي راهو خطوره التخلي على اللغه الفرنسيه كلغه ثانيه، شنو مش عملنا؟ انه العديد من التلاميذ يوليو يقولوا باه تتكلم انجليزيه ما حشنيش بالفرنسيه. شو اللي يصير؟ عوض انه نتكلموا العربيه والانجليزيه والفرنسيه ثلاثه لغات، باش يقول لك نقف نتكلم انا انجليزيه ما حشنيش بالفرنسيه، يولي يتكلم لغتي. احنا نعرفوا شنو الهدف نتاعنا هذايا، والحديث نتاعنا ماهوش فقط للغه، اما نخدموا في عنصر التشغيل. هل انه اسهل باش نشغل انسان يتكلم اللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه، والا اسهل باش نشغل خريجي والطلبه اللي هما الخريجين والطلبه اللي هما يتكلموا فقط اللغه العربيه والانجليزيه؟ اكيد نعرفوا اللي قد ما انت تتكلم لغات قد ما انت عندك افاق التشغيل تكون اكثر. هذه زاد نربطوا اللي مع انهم يتكلموا ثلاثه لغات الفرنسيه والانجليزيه والعربيه، راهو ما فماش كان فرنسا، ثم عديد من الدول الفرنكوفونيه، وتونس تنتمي الى الدول الفرنكوفونيه منها كندا، ونعرفوا اللي كندا ياسر عندنا التوانسه اللي يقراوا وينشفوا غادي، وعدد هام من التوانسه واللي هما يشرفونا واللي هما زاد اكثرهم نجموا يتكلموا ثلاثه لغات،
تعمل العديد من الدول الأفريقية. للموريس اللي أنت قلت عليها اللغة كان الإنجليزية، اللغة الأولى هي الفرنسية، يعني اللغة الفرنسية في الآخر نذكر به راهي اللغة الثالثة عالميا. ولدي أني أنا يتكلم اللغة الأولى عالميا والثالثة عالميا أحسن من أنه هو يتكلم اللغة الأولى عالميا والرابعة عالميا بحكم العربية. وشكرا. شكرا. طبعا تأييدا لما كانت تقول زميلتي وإلى ما سبقنا على التأكد من مدرك أهمية اللغة الإنجليزية، ولكن لاحظت أنه دائما تأكيد على الجانب البزنس وجانب الأعمال وما هو تجاهر أي هو بيعرف اللغة الإنجليزية وتجاهل الجانب الثقافي والجانب الإنساني، لأنه الثقافة أو ثقافة اللغة الفرنسية هي ثقافة شبه البعض غريب شوية، إنما هي ثقافة إنسانية، ثقافة فما تاريخ، فما ما يسمى بحقوق الإنسان وجانب فرنسا، فما تاريخ كامل يخلينا نأكد على أهمية اللغة الفرنسية كلغة ثانية. لجنة طبعا المصالح المشتركة كما سبق وقلنا. من الثاني ناخذوا حكيتوا عن المنشورات العلمية اللي ولات موجودة أكثر باللغة الإنجليزية. عندنا مثلا في تونس سنتر اللي يسمى بالإيرانسي اللي هو قاعد يعمل في مجهودات جبارة باللغة الفرنسية، وقاعد يخرج لنا في دي زارتيكل ويخرج لنا في دراسات على المجتمعات العربية ومجتمعات المغرب العربي المعاصر اللي هي الدولة في حد ذاتها ونحن نتحمل المسؤولية اللي تتغافل على الجانب هذا وتتغافل على الجانب العلوم الإنسانية في تونس والعلوم الاجتماعية اللي هي زادة ذات اللغة الإنجليزية ممكن ما تركزش عليها برشا خاطر لغة بزنس. حاجة أخرى زادة نحب نأكد عليها حتى لو كانوا مشينا في جانب البزنس والجانب النفع البراغماتي هذا. ثم حاجة أخرى مهمة برشا اليوم في السوق الإفريقية مثلا والسوق المغربية اللي هي سوق ما زالت تبيرش، ولكنها يعني لم يقم استغلالها البعض، ولكنها أصبحت وجهة مهمة إلى محط الأنظار العالمي كله اللي يسمونها هذا الآن، واللي هي حقيقة تتكلم باللغة الفرنسية في معظمها. دونك المفروض إنه نستغلوا الجانب هذا. حتى أخذت نحن نعتقد إنه اللغة الإنجليزية مهمة ولكن أهميتها لا تقل على اللغة الفرنسية. شكرا. شكرا لفريق المعارض على هذه المداخلات والنقاط المطروحه. في البدايه ساحاول ان اعالج على مجموعه من النقاط التي طرحتموها وهي الثلاثه. في البدايه قلتم بان الموضوع هو اللغه الام هو يعني اللغه العربيه. هنا اقول بان اللغه الام اولا هي ليست موضوع هذه المناظره. ثم اطرح السؤال، ماذا نقصد باللغه الام؟ سأفتح قوس بسيط وأمر أؤكد هنا أن اللغة الأم ليست اللغة العربية الفصحى، لأن اللغة العربية الفصحى هنا هي اللغة مكتوبة، وهذا يطرح إشكال آخر في تونس. يعني اللغة الأم هي اللغة التي يتعلمها الطفل داخل المنزل من 0 إلى 5-6 سنوات، لكن اللغة الإشكال أن اللغة العربية الفصحى في تونس هي لغة مكتوبة فقط وليست لغة منطوقة، وهذا إشكال يستحق أكثر مناظرات أخرى أو مواضيع أخرى وأمر. ثم النقطة الثانية متعلقة بالكفاءات البشرية. هنا أؤكد أن من أسباب دراسات أثبتت أن من أسباب تدني نتائج التنمي في اللغة الفرنسية هو عدم المتابعة وضعف مستوى الأساتذة في اللغة الفرنسية. وأذكر هنا أن جات فترة في تونس يقع انتداب أساتذة الفرنسية من علم النفس من علم الاجتماع من الصحافة على عكس ما هو في اللغة الإنجليزية، وضعف مستوى الأساتذة وعدم وقلة المتابعة وضعف التكوين هو من أسباب تدني يعني المسألة ليست مسألة كفاءات بشرية. ثم قلتم بأن اللغة الفرنسية وتهميش اللغة الفرنسية والدول الفرنكوفونية. هنا أسمحوا لي بإعطاء بعض المعطيات الإحصائية. 99% من في فرنسا يقومون بتعليم أبنائهم اللغة الفرنسية في سن مبكرة قبل المدرسة. الإنجليزية يعلمون أبنائهم 99% في فرنسا يعلمون أبنائهم اللغة الإنجليزية
في سن مبكر، في ألمانيا 99%، في بلجيكا 75% قبل المدرسة. يعني هذه دول فرانكوفونية تقريبا. يعني هذا ردي على ثلاثة نقاط، وانتقل إلى معالجة المسألة من حيث صعوبات ومدى تمكن تلاميذنا، وإلى أي مدى تشكل اللغة الفرنسية عائق في مستوى تراجع وجودة المنظومة التربوية في تونس. وهي أبدأ بالحجة الرابعة والتي ألخصها في أنه التلاميذ في تونس يواجهون صعوبات في تعلم اللغات واللغة الفرنسية على وجه الخصوص. فاعتماد اللغة الفرنسية كاللغة الثانية لا يساوي إطلاقا إتقانها من طرف أبنائنا، وهذه حقيقة من خلال الدراسات. مثال دراسة قمنا بها في مستوى تقييم مكتسبات التلاميذ في المدارس ذات الأولوية التربوية في السنة السادسة، أثبتت أن 25% من التلاميذ في مستوى السنة السادسة ابتدائي كانت أعدادهم صفر في مواضيع تعبير الكتاب. ثم التقرير العام حول التربية والمدرسة لسنة 2016-2017 بين أن المواد المتسببة في تدني النتائج في البكالوريا هي اللغة الفرنسية بدرجة أولى في جميع الشعب. يعني ممكن مواد أخرى تختلف من شعب إلى شعب، لكن ما هو قاسم مشترك في تدني نتائج البكالوريا وفي جميع الشعوب وفي جميع الجهات هو اللغة الفرنسية. وهنا فقط قراءة لنتائج البكالوريا. هنا في مثال آخر، شعبة الإعلامية والاقتصاد 8% من الذين يجتازون امتحان البكالوريا أعدادهم فقط 8%، أعدادهم 10 أو أكثر في اللغة الفرنسية. أنتقل إلى الحجة الثانية الخامسة، وهي ميولات التلاميذ.